أحبائي الرياضة، عشاق الباسكيت أينما كنتم في تونس البرة اللي تتابعوا فينا الكل على القناة الوطنية 2، مرحبا بكم، مرحبا بكم إلى سلسلة جديدة من الأدوار النهائية البطولة الوطنية لكرة السلة. سلسلة إناديت إن شاء الله باش تكون بين الاتحاد المنستيري والزهرة الرياضية، بعد ما رينا أدوار نهائية في السنوات الفاتة تحكي بأكثر تفاصيل أكثر بين نجم الراتسي، نجم الساحلي، نجم الراتسي، الاتحاد المنستيري. سنة فينال إناديت بين الاتحاد المنستيري والزهرة الرياضية، البيست أوف ثري، يعني مباريات تتلعب على بين 2 و3 لقاءات السلسلة هذه، اللي هز زوج مباريات يتوج بالبطولة. هل تكون البطولة السادسة للاتحاد المنستيري والثالثة على التوالي، أم تكون البطولة السابعة للزهرة الرياضية وعودة للألقاب بعد 22 سنة؟ الجواب نعرفوه بعد مبارتين أو 3 مباريات. ذكركم نلعب نهار لحد الذهاب، نهار 3 إن شاء الله في الزهرة، وإن شاء الله مباراة الزهرة بتكون منقولة على القناة الوطنية 2 ماضي ساعة. مباراة الإياب الفريق اللي هز مبارتين يتوج بطل تونس، وإذا تعادلوا 1-1 يتم اللجوء إلى مباراة ثالثة وفاصلة هنا في قاعة المنستير، بحكم أن الاتحاد المنستيري كمل أفضل في ترتيب المرحلة السابقة من الزهرة الرياضية. عنا برشا تفاصيل وعنا برشا المعلومات، لكن قبل ما نمشي للإحصائيات وكيف كيف مع الكونسلتان تكنيك معنا اليوم زهير قرعلي، مراد المبروك مع فراس بن سعد. مرحبا فراس ومرحبا مراد، تفضل. مرحبا بك ربيع، مرحبا بكل مشاهدي الوطنية الثانية. معايا مراد المبروك لاعب الزهرة الرياضية. مراد، نعرفوا الماتش هذا ماتش فينال يضم تقريبا 80% من عناصر المنتخب الوطني، ذولي مسؤوليه كبيره عليكم انتوما، كيفك انت شنوفي مكرم عباده مختار، باش تعطيه صوره باهيه تليق بكره السله التونسيه. صحيح سيت فينال، لي فينال يتلعبوا في امبيونس كيما هكايا، الاولاد الكل معناتها باش يدخل في اجواء اخرى، مي الاولاد الكل نسلموا على بعضنا قبل الماتش، والاجواء طيبه بين الجوارات. كاو توا سيت اون فينال، اللي يلعب خير يربح. سيت ان ماتش، مازال واحد اخر وتور، دونك بريسيون اليوم على مستير اكثر هي اللعبه في التيران نتاعها هي، اون دوا بروفيتي دو سا، وان شاء الله باش نقول لك ان شاء الله الزهره ربحوا كاو من بعد نحكي. يعطيك صحة مراد، فونشونس الماتش هذا، تفضل ربيع. نرجع لك بعد شوية فراس، يعطيك صحة ومواصلة للمواكبات مع ملاعبات وإطارات الزهرة والاتحاد المنستيري. زهير مرحبا بك. مرحبا ربيع. مباراة تقريبا مباراة مش حاسمة، لكن مباراة باش تكون مهمة جدا لزوز فرق، الاتحاد المنستيري باش يستحضر على أسبقية القاع، وزهرة هذا يقول لك أنا نلعب عندي أن جوكير، نلعبوا اليوم الكل في الكل، نجيب المستير الماتش الثاني نربح 2-0، يعني لهنا الضغط. ومراد قال أكثر على المستير، أنا نصور الضغط على الزوز فرق بالتساوي 50-50، لأن يعني المنستيري يقول لك أو بير دي كا أنا عندي الأفونتاج تاع التيران، زهرة هذا يقول لك أو بير دي كا عندي الروتور في الزهرة. على شكون تراه ضغط أكثر من المستير ومن الزهرة؟ كيفاش ترى المباراة بصفة عامة؟ الجيم ربيع مش يكون مسلط على المنستير اكثر من الزهره. الزهره ديما عندها مباراه الثانيه اللي مش تكون يوم الثلاثاء، نهار 3 ان شاء الله مش تكون في الزهره. عندهم باش ينجموا يرجعوا في الطرف. شو المكرم بن رمضان مع فراس، تفضل. ربيع معايا مكرم بن رمضان، قائد المنتخب الوطني كرة السلة ولاعب الاتحاد المنستيري. مكرم، يظل سيزون كاملة تتلعب في لي ماتش هذم، فينال شامبيونان وفينال كوب بالنسبة لكم الاتحاد المنستيري، وأكيد مسؤولية أخرى عليكم أنتم كلاعبي المنتخب والكوادر بتاع المنتخب، باش تعطيوا صورة باهية في كرة السلة التونسية. صحيح، أول حاجة دوز إيكيب معناتها عندهم 5 ولا 6 انترناسيونو. سيزون كما قلت تعب عام كامل قاعدين نخدموا، يمكن بلودوفيا نتاع الشهر هذا يمكن تعب أكثر، خاطر نهار غير بنهار نلعبوا فريمون معناتها عندي علاش نلعب كرة السلة. الريتم سيكولوجيكمون ومونتالمون وحتى فيزيكمون يتعب على الاخر، دونك عام كامل تخدم، عندنا بريسك في جمعه نكملوا كل شيء، دونك لازم نعطيو كل ما عندنا. على السيزون اللي قدمناها نستحقوا معناتها سور لو بلون ديفونسيف، كنا احسن اكيب ديفونسيف، دونك لازمنا اليوم نوريو اللي احنا اكثر اكيب حاضره ديفونسيفمون، ان شاء الله تعدى ماتش بي ونشرفوا اسامينا ونشرفوا الفريق. يعطيك صحه مكرم وحظ موفق، تفضل ربيع. مرحبا فراس في كل وقت. زهير، كي نشوفوا الاستاتيستيك تاع المستير نلقاو 24-2 في لونسومبل دي كومبيتيسيون، نحكي بطوله وكوب، سنه 24 انتصار 2 هزائم، الزهره فيها 20 انتصار 7 هزائم بطوله وكوب، 92%
نسبة انتصارات للاتحاد المنستيري 74%. الزهرة الرياضية في الكونفرونتاسيون ديريكت نلقاو 3-1 للمستير، لعبوا مرتين في البلاي اوف ومرتين في البونوس. اسكو لي شيفر هذوما يتفسخوا عاود من جديد في جيم 1 في فينال لافونتاج بسيكولوجيك للمستير، ولا عنده دخل؟ جاوب السؤال هذا بعد ما نمشيو مع سيد فتحي الرقباني وفراس لحين. فراس بن سعد راه كل ماتش زين نعملها هذه. فراس بن سعد ربيع معنا سيد فتحي الرقباني رئيس فرع كرة السلة بالاتحاد المنستيري. سيد فتحي، الاتحاد الرياضي المنستيري جرد العهد مع النهائيات في قاعة بن جنات تقريبا بعد 16 سنة. بعد 16 سنة بعد تاريخ كبير في قاعة بن جنات، بعد حصولنا على البطولة الأولى عام 97، بعد حصولنا على الثنائي، حقيقة قاعة عندي فيها تاريخ برشا، الاتحاد المنستيري معناها برص فيها، إن شاء الله تكون معناها ثنائي سنة يكون في قاعة بن جنات إن شاء الله. كيفاش حضرتك شنو حكيتوا تقريبا مع اللاعبيه؟ تقريبا نعرفوا الاتحاد المنستيري البريسيون عليه رهان يستحفظ على الدوبلي نتاعو. والله ما تعرف مقابلات يوم بعد يوم، نسق كبير برشا مش من سنسيبي في كره السله في تونس. ان شاء الله نكونوا في المستوى، ان شاء الله نقدموا مقابله طيبه، ان شاء الله اهم حاجه هو المقابله اليوم، ان شاء الله نخرج بنتيجه ايجابيه والحمد لله ان شاء الله. يعطيك صحه سي فتحي. تشكيله الفريقين بعجاله، عندنا التشكيله باه نمشي نشوفوا الفريق الاتحاد الزهراء الرياضية ضيف مدينة المنستير. أحمد الضيف، زياد شنوفي، كريس كراوفورد، محمد العباسي، أيمن الترابلسي، نزار كنيوة، هيثم سعادة، عمر الموحلي، محمد أكرم الزديري، دانتي جرين، حمزة الضريف، مراد المبروك، هادي بودن يعود لتولي مقاليد أكابر الزهرة أثر خروج باسكال سبا. الاتحاد المنستيري ماجوك، اسكندر البحوري، واصف المثناني، وسام المراوي، ناجي الجزيري، مختار غيازة، مكرم بن رمضان، وائل عرقجي، فراس لحياني، عمر عبادة، بلال الجزيري، رضوان سليمان، صفوان الفرجاني، كوتش الاتحاد مع محمد قدور، رئيس الزهرة الرياضية فتحي بالحسن مع فراس بن سعد. كل المباراة نغلط في اسم فراس. اليوم الزهرة الرياضية تلعب تقريبا اخر شانس ليها في الموسم اللي بقالها البطولة بعد خروج من الكاس، كيفاش حضرتوا الماتش هذا خصوصا على المستوى البسيكولوجي مع اللاعبية في ظرف صغير نهارين من الخروج من الكاس؟ والله بالريتم دي ماتش توا اي ماتش تلعبوا سي ماتش دو كوب، دونك سي فري خرجنا في الباركور دو كوب كونتر ايكيبا كبيرة في سالتها لنادي الافريقي اللي عاملة بلاي اوت قوي برشا، ربحونا في اون فيكتوار ميريتي اون ايتي دون ان جور سون. اليوم سي نوتر ماتش دو كوب بالنسبه لنا احنا، كيما اليوم كيما نهار الثلاث كيما نهار الخميس اذا وصلنا له ولو كان ما يغاني. يعطيك صحه سي فتحي تفضل ربيع. تنطلق المباراه بعد قليل، هوم جيم اليوم في المنستير، الجيم 1 لفاينلز 2020-2021، هل تكون البطوله الثالثه على التوالي للاتحاد المنستيري والسادسه في تاريخه ام تكون البطوله السابعة للزهرة؟ كل شيء يبدأ اليوم من قاعة المنستير في سيري، إن شاء الله تكون فيها الروح الرياضية هي الطاغية، إن شاء الله نراو الأداء الجميل، إن شاء الله نراو مباريات الحلوة كما قال فراس ومكرم قبيلة ومراد المبروك، برشا دي جور انترناسيونو موجودين في المستير وفي الزهرة وعندهم اون ريسبونسابيليتي باش يخرجوا فينال حلوة، خاصة المباراة قاعدة تعدى على التلفزة. شاهدوا كل مباريات الادوار النهائيه ان شاء الله كيف نذكروا نهار السبت القادم، الاتحاد المنستيري النادي الافريقي في فينال الكاس في قاعه سفيكس. ان شاء الله نعاود نقولوا مبروك للنادي الافريقي ترشحوا للدور النهائي بعد ما فاز على اجتماع الزهره الرياضيه اللي تبدا المباراه هذه بعد هزيمه ضد النادي الافريقي في كاس تونس. مباراه تنطلق بعد قليل مع المخرج سمير العجيمي وكامل ليتار التقني اللي أمن لكم مباراة المباشرة اليوم الجيم 1 في الستارتر. شوفوا في عباسي، شنوفي، كريس، مراد المبروك، وهيثم السعادة في الاتحاد المنستيري، عبيدة وبوستهام بطبيعة معاه في المركز الداخل في الراكيت موجود، مكرم، أتر ماجوك، اسكندر البحوري نلقاوه رونترون ستارتر اليوم، شبه مفاجأة تقريبا بالنسبة للملاعب تقريبا يدخل اون سيزيام اوم كل مباراة او حتى اكثر. هذو هما العشرة اللي باش يبداو بهم المدربين نادي بودن، صفوان الفرجاني في قراءة اولى، زهير
خلى احمد نظيف على البنك هادي بودن بدا بكريس نعرفوه سي ان كومبو جارد يعني نجم يطلع كره نجم يلعب كارير بدا بسعاده الداخل طبيعي فما ماجوك ومكرم يعرفوا من نقاط قوه الاتحاد المنستيري زارافي واللعب الداخلي واسكندر البحوري اليوم ريناك ستارتير في مباراة اليوم ما ريناش برشا دي ستارتير في المدة الأخيرة يبدأ في الفاينل في الجيم 1 كلاعب أساسي اسكندر البحوري قراءتك للعشرة اللي ترافق لاحظوا حاجة ربيع بأنه راو المدرب الزهراء الرياضية استعمل بريسك نفس الطاي نتاع فريق المونستير فريق المونستير لعب ثلاثة نجم نقولوا طوال اللي هما عندنا ماجوك وعندنا مكرم بالرمضان وعندنا رضوان في حين اللي بالنسبة لهادي بودن استعمل كيف كيف خذا سعادة وخذا عباسي شنوفي وخذا العباسي يعني كريس مش يكون هو ورقم 24 عمر مش يكونوا الزوز هما مش يتنافسوا شكون مش ياخذ الطرح في يده من اول المباراه. لاسوندون بسيكولوجيك مهم جدا في الادوار النهائيه الاتحاد المونستيري في لي كونفرونتاسيون الاربعه اللي تلعبوا بينه وبين الزهره عول برشا على الانسايد جيم لعب برشا لداخل وصل كره برشا لداخل خاصة في فترات وين كان هيثم سعادة مصاب استغل ظرف هذا الاتحاد المونستيري لعب برشا لداخل اليوم الزهرة تبدأ تقريبا كما قال جوير بثلاثة طويل والاتحاد المونستيري كيف كيف ان بوست 3 طويل ومعاها ان بوست 4 و 5 اللي هما كيف كيف من طراز دولي ماجوك في المنتخب اللبناني ومكرم برمضان في المنتخب التونسي الزهرة الرياضية تبدأ بكريس كراوفورد كريس كراوفورد اللي يعرف أجواء المونستير كان هو اللي استقدمه إلى تونس الاتحاد المونستيري عم ناول ثم بعد الكوفيد كان غادر وما عاد من بوابة الافريقي والان في الزهرة الرياضية 2-0 بعد كرة أولى لماجوك 9 دقائق بداية الجيم 1 ببوسيسيون تيليك لصالح الزهرة كريس كراوفورد يعمل الكيك اوت وين موجود الشنوفي سدد من 3 نقاط ثم المتابعة لشكون لعمر عبيدة تعود الكرة بامتلاك بوسيسيون للاتحاد المونستيري الزهرة من نقاط قوتها انه عندها برشا ملاعبيه تسدد من بعيد زواير سيتون ايكيب اللي يا تخسر مباراة يا تربح من 90% وانت طالع سا ديبون تو ديبون دو لا ريوسيت يعني الزهرة الرياضية وقت اللي تمشي معها الريوسيت فانها تطلع فاسيلمون 90 نقطة بفضل ملاعبيه تسدد مليح من بعيد مشكل تشتعم مشكل الاتحاد المونستيري وقت مراد مبروك يسدد من بعيد شنوفي يسدد من بعيد كريس يسدد من بعيد احمد الضيف يسدد من بعيد دونتي جرين اللي هو سيتان بوست 3 4 5 نجم يلعب في المراكز الكل يسدد من بعيد نجم يخلق شويه مشاكل الاتحاد المونستيري هذا اللي على مستوى لي بوانتور من 3 نقاط اقل قوه يمكن الاتحاد المونستيري اقوى من الزهره في اللعب الداخلي لكن في التسديد من بعيد ما عندوش دي بوانتور دو ميتي قد الزهر صحيح لكن كيف راه هذا بالنسبه لكل الكلام اللي كنت تقول فيه ربيع كلام تاع انسان فني وانت مش ناقص في هذا لكن نحب نقول حاجه بانه فريق الزهره حاليا الدفاع اللي قايم يقوم به قاعد دفاع محاصره فرديه على نصف الملعب وعباسي قاعد يعبي في الوسط علي عباسي حاصل رقم 12 مكرم اللي هو مكرم برمضان قاعد يعبي في الوسط الداخل لكن بالرغم هذا بالنسبه للفريق الاتحاد المونستيري قاعد يلعب في نفس اللعب محاصرة فردية لكن قوة الاتحاد المونستيري كما كنت تقول في اللعب الداخلي أكثر منه من التصوير في حين اللي زهرة سلاحها مثلا اللعب الداخلي بين مراد ورضوان تعود متحرر اون اوبن مان يسدد من 3 نقاط ينجم عمر عبيدة كان اون سورتي ديكرون وكان اون كاتش اند شوت يعني خذا كرة وسدد مباشرة عمر عبيدة من العكس سدد 3 نقاط رجع لك تشوف المحاصرة الفردية ما يخليوش باش اللاعبين زهرة يشوتوا مراد المبروك كيف كيف يعمل درايف اند كيك يعني فيكس الداخل ويحرر على الكورنر زياد الشنوفي برشا حلول في الزهرة وفي الاتحاد المونستيري يعني المدرب تقريبا ينجم يغير الخطط نتاعو ويلعب لي سيستيم نتاعو الى انستال دي سيستيم سواء على اللعب الداخلي او اللعب الخارجي اليز المدربين يقع احتساب السله كره نازله بعطينش ثلاثي التحكيم ايمن شقرون سامي بنزين محمد الراقوبي ومراقب ثلاثه مراقبين اليوم منجي مبارك فؤاد قاسم مروان الحطاب 6-2 كره الاتحاد عمر عبيده مع كريس كراوفورد تمشي كره لاسكندر البحوري امام مراد المبروك ثم مكرم بن رمضان بوستاب شو يعمل مكرم
يعمل الدروب ستيب وينجح. هذه القوة اللي كنا تحدثنا عليها نتاع اللعب الداخلي نتاع فريق الاتحاد المنصيري، في حين اللي فريق الزهرة كما قلنا التصويب من فئة ثلاث نقاط يعني لكان مشات. عنوان للزهرة الرياضية. إذا كان يمشي التصويب الزهرة تنجم تقلق من السير. هذه أول حاجة. ثاني حاجة بالنسبة للزهرة عندها اللاعبين تاع تونس أغلبيتهم اللي صوبوا في ثلاث نقاط كل موجودون في الزهرة على ما أظن. إي عندها دي بوانتير مراد المبروك يعني ما عادش يحتاج التقديم. مراد عندك الشنوطي عندك كريس عندك المحلي عندك نزار. قبيلة. يعني هذا يصعب شويه في الدفاع لانه الاتحاد المنصيري زي ما عم دفاع حركي اكثر ويطلع برشا على الشوتور وكيف كيف الزهره الرياضيه تنجم تلقى بوكو ديفيكولتي في اللي درايف فورسي لانوان اسكندر في اللي درايف قوي الاتحاد المنصيري مرناوي درايف مليح عبيده درايف مليح اسكندر بحوري درايف مليح في الدروب ستيب كما رينا قبيله مكرم بن رمضان وقت اللي يلعب البوستاب ويدور فانه تقريبا امباتابل في لان كونترا هذوما من نقاط قوه الفريقين. من بعد باش تلعب على فورم دو جور باش تلعب على الريوسيت باش تلعب على المونتال على الفيزيك هي هذوما العوامل اللي نجموا يحددوا بطل تونس السنة في لافيش اللي ما نكذبوش على بعضنا كانت منتظره من اول العام خاصه بعد خروج اللاعبين من النادي الافريقي كان منتظر انه باش يوصل للدوري بين الزهره والاتحاد المنصيري 10 4 مراد المبروك مع عمر عبيده بوست 1 وبوست 2 تاع المنتخب التونسي وجه لوجه ثم هيثم سعاده يسدد اون ديكروشاج البرا ما يسدد ما ينجحش من ثلاث نقاط يمشي عمر عبيده يحاول يلعب مع رضوان سليمان يعمل تورن اوفر يضيع كورته الاتحاد تعود للزهره كريس 3 ضد 3 يلعب مع العباسي على المربع دون مشاكل في الفاست بريك يلقى الترانزيسيون ويلقى النجاح للزهره الرياضيه مع محمد العباسي اللي بارك الله يعني موجود في الدفاع في المتابعات وتلقاه بريسك ملاني في الترانزيسيون محمد العباسي فيزيكمون لاعب حاضر وجيد الاتحاد المنصيري يعمل التورن اوفر الثاني على التوالي 10 6 مومون فروتمون ونجم نقولوا زاد مومون باهي نتاع الدفاع للزهره الرياضيه كيف كيف المطالبه بدخول بقوه من الاتحاد المنصيري تعود تقول فما حتى شيء الحكم تمشي لعمر عبيده مباراه مجنونه وحلوه مباراه جميله فيها احسن لاعبيه المنتخب التونسي تقريبا مكرم بن رمضان اللي يزيد يسدد من ثلاثه نقاط ينجح كان اون اوبن مان وحده وتقريبا ما خرج عليه حد رغم اللي عمل ليزيتاسيون هذا اللي كنا هذه من نقاط قوه الملاعبيه اللي بيفو اللي ديكروشيو فانه يعملوا مشكل كبير وقت البوب يعني وقت البوب اوت فانه يعملوا مشكل كبير الملاعبيه هذو هشام الزاهي اكزامبل مثلا في الافريقي عمل مباراه جيده في نصف نهائي الكاس وغيرهم اللاعبين اللي صادروا بشير حمودي اللي ديكروشي وحمودي وهم يلعبوا لداخل فانهم مثلوا صعوبه كبيره للمنافسين على مستوى التغطيه والدفاع فما ميز ماتش يعمل يحاول يستغل الميز ماتش يربح الفاول اتر ماجوك يلقى روحه اساسي يمكن باش ياخذ وقت لعب اكثر برشا اليوم من وائل عراقجي بحكم انه الاتحاد المنصيري باش يلعب برشا الانسايد جيم يمكن هذا ياثر شويه على التون جو نتاع وائل عراقجي اللبناني المميز جدا الدولي اللي يلعب في الاتحاد المنصيري اون شونس بور الاتحاد المنصيري انه في البال ينجم يلعب لي زيتروجي نتاعو على الباركي الخمسه مع بعضهم وتو نحكيو على البال في مناسبات قادمه او في تقطع لعب قادم المنصيري تصفر بعد الدور النهائي مباشرة لكيغالي لي دو تصفر تمشي على يعملوا كونفينمون لمدة 15 يوم وبعد كريس كروفورد ثلاثية زهرة رياضية وفي لنقاط قوتو حتى تاريخيا راهو زهرة رياضية من نقاط قوتو ولا تصويب من بعيد مش باش نكذب عليكم كي نذكروا لمجد كان يسدد مليح ثلاث نقاط وحتى جاء من بعده مراد المبروك عدنان البكري برشا ملاعبيه كانت تسدد مليح من ثلاث نقاط في الزهره مكرم بن رمضان ثم تعود يفتك الكره دفاع جيد من العباسي كونتر اتاك يمشي للعباسي يعمل الدانك فاست بريك دانك الزهره الرياضيه قاعده تعمل في دفاع جيد قطعت عملت ترو ستوب في الدقيقتين الاخرانيين عملت ترو ستوب ثلاثه قطع كرات الزهره الرياضيه والاتحاد المنصيري لا ريبانس تاع سيستيم لانه زهره الرياضيه بعد تمرير اثنين يولي اغريسيف يقص كره تسعه مكرم بن رمضان الحاجه اللي زهره عملتها زاد باهيه هو اللي نشوفه السعادة وبالنسبة للعباسي ما يخرجوش على لاعبين الارتكاز البرا كي يطلعوا قاعدين يعبيوا في الوسط وهذا اللي قاعد يقلق في فريق الاتحاد المنصيري لا في فريق الاتحاد المنصيري قوته في اللعب الداخلي لكن بالنسبة للزهرة حاليا في الوقت هذا اللي قاعدين نراو فيه
نحب نراو السيستم نتاعهم باش ينجم يخرج اللاعبين اللي صوبهم في ثلاث نقاط، يلزمهم يخرجوا في أريحية أكثر. لكن إلى حد الآن الأداء اللي قاعد تقوم به فريق الزهرة خاصة على مستوى الدفاعي إلى حد الآن ناجح، ولو أنه قابلين 17 بوان في 6 ستاتيستيكمون صحيح برشا، لكن في وضعية دفاعية معينة كان معينة. لعب كل صوت لعب الداخلي وفيه زوج تصويبات وفيه 3 نقاط يعني برمضان مكرم صوت تصويبة اللي باين بأنه مدرب الزهراء الرياضية اللي كونسيلي نتاعه باش ما تطلعوش على مكرم خلي يصوت لكن سجل. هذا من الريسك اللي ياخذوهم المدربي، هو حسن التسديد نتاعه من بعيد مكرم ميز ماتش يرجع بالكرة عمر عبيدة ونوبين مين وحده يسدد ينجح عمر عبيدة، عمر عبيدة كي تخلي له الاسباس تقريبا ولا وسدد مرتاح مرتين هذه التصويبة الثانية 20-11 بلس 9 مراد مبروك درايف حلوة مزيانة من مراد المبروك برشا في ناس في الدرايف الاخراني مراد المبروك حلوة المباراة 20-13 كرة للاتحاد عمر عبيدة امامه كريس سكة معها الشنوفي مركزي 3 ضد بعضهم ثم مكرم بن رمضان وصل كل الادوان سليمان رابع تورنوفر تقريبا في 7 في 8 تقريبا في 8 بوزيسيون 8 امتلاكات الاخرانيه عمل 4 تورنوفر الاتحاد المنستيري ما ريناش برشا في المباريات السنان ويعمل بالشكل هذا بشكل مسترسل لتورنوفر هذا حكيت على مكرم التكميل على تسديد من بعيد مكرم حسن تسديد تاعه من بعيد وقتها مشى لاسبانيا كان لاعب ارتكاز ما كانش يلعب برشا لبرا تكلم شيء لاسبانيا ولعب في اسبانيا كان طلب منه مدرب ان يلعب بوست 3 وكان مطالب انه يسدد من 3 نقاط هنا القاده ديفيكولتي بوتيت الريال ما كانش متعود انه يسدد من بعيد لكن خدم برشا وقتها التسديد من بعيد حكم انه لعب اكثر من بوست 3 في فريق الاسباني ومن وقتها ولا يسدد مكرم رمضان وتحسنت النسب نتاعو. نشوف التغيير اللي قام به اتحاد من الزهراء الرياضيه حاليا بخروج العباسي ودخول الموحلي الفريق تو المنتخب فريق الاتحاد المنستيري مش يستغل الفرصه هذه اصبح على مستوى القامه اطول من فريق الاتحاد من الزهراء الرياضيه ونتصور اللي مش ولي تو نشوفوا الشنوفي ولا هو برشا لاعب داخل هو حصر مجر نشوفوا ريت اللاعب الداخلي هذا التركيز اللي ركزوا المدرب على ما اظن باللاعب الداخلي على هذه بودن حاجته بديسكورير يقول لك انا كارتون سجلت 13 نقطة حاجتي بان سكورير اكثر عمر الموح اللي عمل مباراة جيدة في لقاء الكأس يقول لك ينجم يعاوني على مستوى التسديد من بعيد على مستوى التسديد بثلاث نقاط هو خيار راهو ربيع لكن بالنسبة للخيار مع فريق يعني عنده 3 لاعبين اما عنده 4 مسددين تو الزهرة راهو صح كله بيريفيريك كله بيريفيريك يلعبوا الاكستيريور هذا سيانس مول بول تقريبا سيانس مول بول الاكثر مع المحاصره الفرديه اللي عاملتها الاتحاد المنستيري وقاعدين يبدلوا على اللاعبين هذا يخلي فيه اشكال ينجم يعمل اشكال في الدفاع للاتحاد ثم لانوان كريس قاعد يفرسي وقاعد يدخل درايف كريس كراوفورد زاره رياضيه ما رينيهاش تسدد برشا من بعيد لانه زاره جينيرال مو وقت تلعب تسدد برشا من بعيد ما يمشيش التسديد تخسر مبارياتها قاعده تلعب اون اكيليبر اكثر مره تلعب ترانزيسيون مره تحاول تمشي للدرايف ما تسدد كان في وضعيه يكون الملاعب مرتاح فما دي كونسيني واضحين انه ما يدخلوش في الليستيرين تاع التسديد من بعيد زاره واضح هذا في الكرتون الاولاني صحيح صحيح بالنسبه للدفاع كيف راهو حاليا عملوا دفاع ضاغط على عمر لكن كريس قاعد يرجع معناتها نتصور كان يكون الدفاع ضاغط اكثر على عمر عباده يقلق اكثر الاتحاد المنستيري على اللي نعرف واللي عمر هو المخ المدبر للفريق الاتحاد المنستيري كانت حلوه فما سكيب باس ومن بعد اكسترا باس الرضوان سليمان سدد من 3 نقاط ما نجحش حلوه الكروس باس دانت كريس حلوه لابيل وحلوه التمرير كروس باس تسمى هذه حلوة تعود الزهرة للمستوى سلبي 4 نقاط مباراة حلوة رغم أن الاتحاد المنستيري سيطر تقريبا فترة كاملة لكن الزهرة الرياضية ما خلاش يصير البريك ما عملش بريك الاتحاد المنستيري ياخذ 6-7 نقاط 8 نقاط ثم في ساعة الزهرة تعود خاصة تعود من لي ترانزيسيون قلت برشا في لي ترانزيسيون الزهرة الرياضية وقلت برشا كيف في لي درايف ولي درايف ما كانوش فورسي يعني ان كونترا فورسي كانوا مخدومين يعني على دي سيتواسيون مخدومين تقريبا تتخلق لك لي سيتواسيون تاع جو اون ايزولاسيون 1 ضد 1 اللي زاد قويين فيهم جوالات الزهره
22-18. ربيع الى حد الان اللي تورن اوفر كان عندنا في الاحصائيات نشوفوهم الى حد الان اتحاد المنستيري عنده 6 أو 7 تورن اوفرات اللي عملوهم، هذو ما كانوش قبل موجودين اولا، وراو التغيير اللي قام به حاليا التغيير اللي قام به مدرب الزهرة الهادي بودن باش راو اللي كرة سلم فيهاش حقيقة ثابتة بالتغيير، ورجعوا في المباراة الأربعة بالرغم اللي فريق أصبح أقصر، لكن بالرغم هذا رجع 22-18 إلى حد الآن. يعني نشوفوا في كرة سلة باهية، أداء طيب من الفريقين، الراف الروح الرياضية موجودة أيضا من كلا الفريقين. بالنسبة للتحكيم قايم بدوره إلى حد الآن، يعني كي لخص إلى حد الكوارتر هذا نجم نقول اللي مازال فيه دقيقتين على ما أظن 22-18 يعني، وراو في الدفاع اللي هو دفاع باهي نجم نقوله. يدخل مختار غيازة ويدخل وائل عراقجي سيستيماتيكمون، وقت يدخل مختار موجود. يدخل معه وائل عراقجي كيف كيف وائل عراقجي سي تاسكولور رضوان سليمان ميزماتش مع مراد المبروك، حاول يبوستي بمراد المبروك، رضوان يعمل الدروب ستيب ثم المتابعة ثم يعود الكرة بوستيسيون للزهرة الرياضية، طالبة بخطا من السكة على الصورة. 22-18 دقيقة ونص، مباراة مشتعلة حلوة فنيا شبابة، 40 نقطة قبل دقيقة ونص. كريس كراوفورد معه وائل عرقجي لاعب الدولي اللبناني زياد الشنوفي، مراد المبروك يكرهوا لتحرير مراد مبروك، سويتش الدفاعي ثم تعود لهيثم سعادة، ان كونترا مع مختار غيازة، يسدد هيثم سعادة وينجح، كان عملها تقريبا كل ترتيحة اللي في الهواء، ما عادش تكنيكمون كي دوبل ديتونت، خلاته يتخلص من رتحة في الهواء، يتخلص من مختار غيازة، تعود الزهرة المستوى سلبي نقطتين، كرة لرضوان سليمان يسدد من 3 نقاط. لكن الزهرة غيرت الدفاع نتاعها، رجعت الدفاع المنطقة 2-3 في الوقت هذا. هذاك علاش رينا رضوان سدد من 3 نقاط، رضوان ما لقاش مجاعة كبيرة في التسديد من بعيد، سدد مرتين وثلاثة ما سجلش، إيلاند أوت، كرة لمكرم بن رمضان، 35 ثانية على نهاية الفترة الأولى. شوفوا الدفاع. زي لزوز امتلاكات، واحدة المستير واحدة للزهرة. عبادة. دفاع المنطقة، هم شراوا دفاع المنطقة هذا. لكن إلى حد الآن دفاع المنطقة 6 ثواني في الهجوم، عمر عبيدة 6 ثواني في الهجوم، ناجع ممتاز، موسم مميز مع الاتحاد المنستيري. صحيح. عمر عبيدة تريزا دروال ملاعب ناجع، 4 نقاط أكيد، 10 ثواني أخيرة بيشوف فيها السهرة الرياضية اللي فايتو مش كامل اللي كونسومي الثواني الكل. كريس كراوفورد يسدد دون كاتاستروف من 3 نقاط وما يسجلش لتنتهي الفترة على نتيجة 24 للاتحاد المونستيري 20 للزهرة. ان كارتون بلان جمهير، برشا ايموشن، برشا كرة سلة، برشا سكورينغ منوع، يعني اللي يفهم باسكيت ويتفرج باسكيت يشيخ اليوم، لانه ما فماش برشا بيرد دو بال، ولو انه الاتحاد المونستيري عمل موفيس سيري نتاع 4 تورنوفر تقريبا على 8 امتلاكات، لكن جينيرالمون الادريس موجوده في الفريقين، فما تنويع في اللعب، فماش برشا فوضى، كل فريق يعرف روحه كيش قاعد يلعب شنو يحب في مباراه، وقاعد يطبق في اللي حضره. صحيح، لكن الفرق بين الاتحاد المنستيري والزهراء الرياضيه. سامحني زهير، جوست تعمل طلع على لي توب سكورور، عمر عبيده 9 نقاط، وراه مكرم في الاتحاد المنستيري ب7 نقاط، ثم كريس 6 نقاط مع محمد العباسي 6 نقاط، هذوما لي توب سكورور، افضل مسجلين نقاط. بالنسبه للزهره ربيع قام بدفاع محاصره فرديه على نصف الملعب، كان ضاغط، لكن كان لاعب الارتكاز نتاعهم نتاع الزهره كان مركز عليهم دائما يكونوا معبين تحت الباسكت، في حين اللي بعدين لما غير في اللاعبين كان دخل الموحلي، كي دخل الموحلي وخرج العباسي، المشكلة اللي فريق كما كنا نحكيه أصبح قصير، لكن بالرغم هذا رجعت له النجاعة، إلى حد الآن الزهرة ما ريناهاش، فقلت التغيير من الدفاع محاصرة فردية رجع للدفاع المنطقة 2-3 وهذا أقلق، قلت في البيك اللي صار باش عمر سجل ريناه تحت الباسكت، هذا المشكل موجود، في حين اللي الفريق الاتحاد المنستيري عنده البنك نتاعو اللي يريش
ينجم يغير حتى التغييرات اللي قام بهم عاطين الدفع نتاعها. مازلنا ما ريناش الزهره اللي كنا نحكيو عليها في التصويب في الثلاث نقاط، وهذا بالدفاع اللي قايمه به الاتحاد المنستيري اللي هو دفاع محاصره فرديه او الراوفي. مقطوعه ستوب من عمر عبيده، حاول دور على ساق البيفو وينجح. عمر عبيده سجل نقطه 11 في 10 دقائق لعب، 26-20 مع 6. مراد المبروك امام عمر عبيده، مبروك. دفاع ضاغط من مختار غيازة، يلعب مع هيثم سعادة ثم على الكورنر المتحرر وحده يسدد زياد الشموفي. كانت سيتواسيون تقريبا مرتاحة للتسديد زياد الشموفي، لكن ما لقاش النجاح نتاعو في التصويبة الأخيرة، كيف كيف رضوان اللي بوستوا تقريبا ما لقاوش نجاحاتهم من بعيد. اليوم زارة في المسير العراقجي يطلب الإكرام من مكرم ياخذوا، عاود يستحفظ تومبوريز يلعب مع مكرم. مكرم بوستاب مع هيثم سعادة، فما البريزادو مع زياد شنوفي يربح الفاول. مكرم اشاك فوا مكرم بن رمضان يمشي بوستي ان كونترا، فما ليد ديفونسيف ديريكتومون، فما الهيلب الدفاعي البريزادو جينيرالمون على مكرم. هاك شفتوا الصورة، زياد شنوفي تيح في اللو بوست لدعم جهود باش ما يخليش الجو اون ايزولاسيون، لانه مكرم في لان كونترا كيما جينيرالمون حمودي مثلا هذوما ملاعبيه في لان كونترا تقريبا يربحوا بنسبه كبيره للديوال نتاعهم، على هذاك في الفرق نتاعهم المدافعين والمنافسين ديما يحاولوا في اخر وقت يصير الهيلب الدفاعي والبريزادو على الملاعب هذا حتى بالتضحيه مع المدافع او المهاجم المباشر نتاعو. 26-20 دانتي جريم لاعب طويل يسدد مليح من بعيد، ودخول احمد الضيف كيف كيف في الزهره زي نشوفوا في الروتاسيون تو. حاول دانتي جريم يعمل مارشي، ماشي بالكرة ضد دانتي جريم، يدخل مرناوي، أول دخول لأسامة المرناوي مكان عمر عبيدة. وفي الأورجانيزاسيون باش يكون موجود وائل عراقجي أون بوست 2، مرناوي أون بوست 3، رضوان أون بوست 4، مكرم أون بوست 5، مختار غيزة. هذه الفاست بريك للزهرة، في الزهرة لين دونتي جرين يلعب تقريبا سمول بول للزهرة، ثلاث نقاط ناجحة من مراد المبروك. يلعب بدونتي جرين للداخل اللي هو ماهوش لاعب سان كلاسيكي مع زياد الشنوفي، موحلي في المركز 3، مبروك في المركز 2، وأحمد الضيف كصانع لعب. 26-23 مشوقة المباراة. رضوان سليمان مع أحمد الضيف، حاول يمر رضوان سليمان ثم البوت باك لا غير ناجحه من مختار غيازه، تعود للزهره. موحلي حاول يلعب عكس الهجوم، رجوع دفاعي سريع، ثم متحرر دونتي جرين يبحث على الحلول للتسديد من ثلاثه نقاط، يسدد من ثلاثه نقاط، ينجح دونتي جرين. اول تعادل في المباراه بعد ثلاثيه لدونتي جرين، وقبلها ثلاثيه لمراد المبروك، يعود بفضل التسديد الثلاثي فريق الزهره الرياضيه. يلقى في لي بوانتور نتاعو الحلول للعوده في اللقاء، اول تعادل في المباراه يجي بعد دقيقتين ونص من الفترة الثانية. فاول للاتحاد المنستيري والمكرم بن رمضان، وائل عراقجي مش قاعد يلقى في اللي شيفر نتاعو المتعود بهم في الدوريات، لعب فيهم الكل سواء في الدوري المغربي. صحيح، لكن اللي بدلوا له الدفاع زاد، رجعوا تو المحاصرة الفردية على نصف الملعب، لكن اللي قاعد واخذ الطرق بالنسبة للاتحاد المنستيري هو مكرم، الراوفي مكرم. يعني تحت الباسكت معبي بلاستو بالبدا. بالنسبه لفريق الزهره لما صوب زوج تصويبات ورا بعض رجع في المباراه ولا 26-27 هذا اللي كنا تحدثنا عليه، رجع للتعادل. يعني اذا كان رجعت الزهره وقات التصويب في ثلاث نقاط تقلق برشا اتحاد المنستيري. وائل عراقجي يعمل الكروس اوفر، يلعب تمريره ذكيه لمرناوي يربح الفاول. حلوه فنيا الكره الاخيره لوائل عراقجي، كروس اوفر ثم تمريره اون ليد باس، يعني في الكورس نتاع الملاعبي من اصعب التمريرات، التمريره اللي في الكورس نتاع الملاعبي باش تقرا التراجيكتوار وتقرا الفيتيس اللي يجري بها الملاعبي باش يكون تايمينغ صحيح. مرناوي رميه حره اولى ناجحه، قوم بالحركات الإحمائية لأن وصف المثلين يطلب منه القيام بالحركات الإحمائية. صفوان الفرجاني
ينجح في الرميه الثانيه الابن السابق للشبيبه القيروانيه. برشا من اولاد الشبيبه فيهم اليوم، احمد الذيف، عباسي، مرناوي، رضوان. تحيه للشبيبه القيروانيه، حتى كي يخرجوا برشا ملاعبيه وحتى كي تلقى صعوبات فانا ديما موجوده في اعلى المراتب تنافس. 29-26 تسديد مراد المبروك، انتير فرسي ناجح ينجح رغم انه كانوا معاه تقريبا زوج مدافعين مراد المبروك، فانه يعاود يعدل النتيجه. 29-29 ممتاز مراد المبروك، زوج ثلاثيات على التوالي، 100% في الامتلاكات الاخيره بالنسبه لمراد المبروك. كره للاتحاد مكرم يلعب الكروس باس ثم دخول بقوه. تورنوفر واحد اخر ضد الاتحاد المنستيري، برشا بير دوبال، برشا تورنوفر في الاتحاد المنستيري. وزاره تعمل في بون ديفونس للامانه في مباراه اليوم، تعمل في دفاع ذكي جيد. 29-29 مجنونه المباراه، مهبوله حلوه من احسن المباريات، هما لعبوا اربع مرات اثنين من اجمل المباريات في بدايتها وفي شوطها الاول. هي المباراه بتاع اليوم، احمد الذيف يحاول يدرايف ما يسجلش، رضوان سليمان ما ريناش برشا في مباراه اليوم، رضوان مكرم، وائل عراقجي من ثلاثه نقاط، وائل ناقصه التسديد، ثم المتابعه من على مارتيني، المتابعه الاولى من احمد الذيف، المتابعه الثانيه من وائل عراقجي، سورتي بال لصالح الزهره الرياضيه. 6 دقائق و21 ثانيه، 29-29 حلوه المباراه. اللاعبيه باستثناء يمكن تسديدتين تاع مراد المبروك حسيناه سدد مرتاح، مكبلين شويه في الزهره وفي مستير، في مستير عندي سونتيمون واكثر في مستير، مكبلين شويه برشا ضغط. بالنسبه مراد المبروك التسديدات الزوز اللي سددهم ضد دفاع محاصره فرديه كما توا كيف كيف في الاطراف، يعني محاصره فرديه وبالرغم ذاك مع المراوي معاها ومحاصره فرديه ضاغطه علاش صحيح، فانه يركو كالتيزيرو بيركي مع ديفونسور سجل واعطى اول اسبقيه للزهره في مباراه اليوم. 32-29 مباراه المبروك، قاعد يعاون كثير 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 في الزهره، فقط 9 نقاط في دقيقتين من بعد 3 دقيقتين تقريبا 9 نقاط كامله لفريقه، منهم 9 نقاط تبيعهم، هما 3 من 3 تصويبات، منهم تصويبتين وكانوا معاه مدافعين. يعني مراد المبروك دي جرون جور تاع الايامات الكبيره تاع المنتخب، والزهره مراد يلقى احصائياته في افضل فترات بالنسبه للمدرب هادي بودن مع الاتحاد المنستيري في فينال البطوله. مراد المبروك خطير جدا على دفاعات الاتحاد اليوم والاتحاد المنستيري، تقريبا باستثناء شويه عمر عبيده، فانه شويه مكرم ما لقاش مفاتيح لعبه تماما في هذا الشوط الاول. الاتحاد المنستيري يعني ماريناش رضوان، ماريناش لا ماجوك، ماريناش العرقجي. 32-29 3 نقاط ومعهم امتلاك لزهره في وضعيه افضل من الفتره الاولى، زهره وصلت خاصه 7-8 نقاط في بدايه المباراه، الان وضعيتها افضل لزهره. وائل عراقجي يمشي للفاست بريك، وائل عراقجي ينجح يعمل لياف، قلص الفارق المستوى سلبي نقطه. 32-31 كره زهرويه، احمد اللذيف بلاي ميكر يلعب مع الموحلي، موحلي يخرج عليه وصف المثنيني تعود لاحمد الذيف، الان معاه وائل عراقجي. قداش مازال في توقيت الهجوم؟ 5 ثواني يسدد قبل 4 ثواني. دانتي جرين الزهره الرياضيه اليوم رهيبه جدا في التسديد من 3 نقاط، ومش مفاجاه لانه يعرف، حتى صاحب الفرجاني يعرف انه الزهره 80% من القوه نتاعها هو التسديد الثلاثي. كي تشوف مبروك يسدد، دانتي جرين يسدد، موحلي يسدد، احمد الضيف مش برشا لكن يسدد، كان خطر اكستريور. ربيع نشوفوا تو الزهره كيفاش تشوف على المستير. المدرب يعني يتبع في المباراه نتاعو وباهي التتبيع نتاعو، عمل دفاع منطقه زد هذا الفريق اللي ما يصوبش، ما فيش ولا لاعب ينجم يصوب في المنستير حاليا، فعمل رجع دفاع المنطقه 2-3. هنا اللي راه الكوتشين يعني كل واحد ياخذ حقه لهادي بودني لحد الان، بعد محاصره فرديه كان عاملها، من بعد رجع عمل دفاع منطقه لما شاف هذا الفريق اللي ما يصوبش في 3 نقاط، ما عندوش مصوبين، فماش مكرم برمضان، يعني بالطريقه هذه تحس اللي الفريق الزهره فاهم فين ماشي،
في الوقت الحالي. بالنسبة لفريق الاتحاد المنستير لحد الآن ما لقاش المشكل الوحيد اللي موجود وتفطنه صفوان الفرجاني تو هو البوكس باش مش يعملها على رقم 77 مراد المبروك. لما كان حصره مرناوي ما نجمش باش مش يحصره وصوب قدامه بالرغم اللي في محصرة فردية. الوقت هذا نشوفوا كيفاش عبادة لاسقوا يعني عبادة خاطي اللعبة كل مشكلته أحمد الضيف هي مروة مراد المبروك ناجح وناجح أحمد الضيف يعطي بلوسيس على فرق الزهرة أخذته في مباراة اليوم مع 6 نقاط في لقاء أخذ في الاتحاد المنستيري يعطي 6 و8 نقاط ما استحضرش بالبداية في الفترة الأولى لأن الزهرة تاخذ بلوسيس يعني فريق خلاص بقية في الفترة الأولى فريق خلاص بقية في الفترة الثانية. مباراة التقلبات مباراة محلولة ومفتوحة على كل التكهنات والاحتمالات في لقاء اليوم. من الاستنتاجات اللي نجم نخرج بها في لقاء اليوم كيف كيف إلى حد الآن هو أنه البنش بوينتس أعلى بالنسبة لزارة الرياضية يعني النقاط اللي جات من البنك عاونت برشا زارة. النقاط اللي جات من الاتحاد المنستيري من بنك الاتحاد المنستيري كانت أقل فاعلية. نذكر دخل مختار غيازة وائل عراقجي دخل واصف مثناني وسامة المرناوي كلهم انصرتي دبان ما عطاوش نفس البلوس مثلا اللي عطاهم لاعب كيما دونتي جرين مثلا مثلا 6 نقاط من 3 احمد الضيف بالدرايف نتاعو لهنا. المباراه تلعبت على في شوطها الاول الى حد الان كيف كيف على البنك الاتحاد المنستيري مونك داسبيراسيون هذا واضح اليوم مونك داسبيراسيون الاتحاد المنستيري. الزهره الرياضيه سلت على المبروك خلته بسيكولوجيكمون يرجع في المباراة ويتسرح أكثر من الاتحاد المنستيري اللي بدأ يدخل شوية دوت. أو رجع العباسي على جال اللي فريق الاتحاد المنستيري رجع مجر ورجع رضوان سليمان مش يرجع للخماسي الأصل بتاع المباراة ولو أنه جوست وصف المثنين ما بداش ستارتير عبيدة أمامه أحمد الزيف مكرم حاول يتعدى بالعباسي مكرم يكوستي شو يعمل مكرم حاول يمشي لان كونترا مكرم سدد على المربع وينجح دروب ستيب من نقاط قوة مكرم 4 نقاط كرة زهراوية مراد مراد يطلب الإكرام العباسي مثنين على مراد يلعب مع أحمد الضيف 10 ثواني في الهجوم كرة مازال زهراوية دفاع عالي 1-1 للاتحاد المنستيري. احمد الضيف يعمل ستيب باك يسدد ثم المتابعه الاوفنسيف ريباوند للزهره الرياضيه 14 ثانيه يلعب مع زياد الشنوفي تميره ينانداوت كانت حلوه من مراد المبروك يعمل البلايند باس تميره عميه ينفخت له عباره 37-33 كره منستيريه عمر عبيده يعمل كروس اوفر يلعب مع رضوان ثم وصف المثنيني امام مراد المبروك يلعب لاتاك بلاسي الاتحاد عمر عبيده يبحث على مكرم بن رمضان مكرم يعمل الفانت يتعدى مراد المبروك ينجح 4 بوان 4 نقاط على التوالي لمكرم بن رمضان. صفوان الفرجاني تلقى روحه مونك داسبيراسيون مشى للانترناسيونال نتاعو البرونومي انترناسيونال مكرم قال له خذ كره عندك خذ اللعبه عندك ومكرم بن رمضان مشى درايفه وسدد ونجح مارتين خلص الفارق 37-35 صحيح 37-35 علاش قلت لك اللي الهادي بودن الكوتشينغ تاعو لحد الان باهي يعني قاعد يثبت في المباراه تاعو لما ما سجلوا له 4 نقاط الحين واللي سجلوا مكرم بن رمضان الا وخذ الوقت المستقطع. بالنسبه للاتحاد المنستيري المشكل الموجود حاليا هو في اللاعبين تاع زهره كل يصوبوا الاتحاد المنستيري قاعد في مشكل عامل محاصره فرديه خاصه لاصقه على مراد المبروك لكن قاعدين نراو في اللي بيك اللي قاعدين يصيروا. انا نتصور لي كونسين اللي مش يقولهم تو لهادي بودن ويقول لهم حاولوا باش بينتريو بالاخص للميكر بتاعه اللي هو احمد الضيف مش يحاول مع البيك بينتراسيون علي الوسط كله فارغ في صوره ما اللي بينتري بعد ما يلقى اللاعب جرين من برا اذا كان مش يعاون ما جات الا الباس تخرج على جرين يتحرر جرين يتحرر للشو هذا بالنسبه للزهره. بالنسبه للاتحاد المنستيري في السيتواسيون ذاتها يكمل هكايا مع مكرم ولا يغير. انا نتصور اللي اللاعب الداخلي قاعد ماشي مريقل بالاخص على مكرم بن رمضان نتصور اللي رضوان سليمان الى حد الان ما ريناش
خاصة اللي عاملين عليه محاصرة لصيقة. نتصور اللي رضوان في صورة ما يتحرك ويعطي يسجل في ثلاث نقاط واحدة ولا زوز بهذه الطريقة يرجع في الطرح. عمر عبيدة متحرر من ثلاثة نقاط سدد ما ينجحش. ماجوك خطأ ضد ماجوك يعتبر أنه فما دفع سامي بن زينب وقت الروبون ويزفر خطأ في الهجوم ضد ماجوك سامي بن زينب. احتجاجات كبيرة من بنك الاتحاد المونستيري على الخطأ الأخير. خسنا شوية الأعصاب. فاينل برشا احتجاجات في الآونة الأخيرة على أداء التحكيم. نقطتين للزهرة دقيقتين وخمسين ثانية. نقطتين للزهرة الرياضية اللي قاعدة تجري مليح في هذه الفترة الثانية. الاتحاد المونستيري يعمل كارتون أول مميز الحقيقة 24 نقطة رغم أنه ما لقاش لاعبيته المفاتيح، لكن 24 نقطة في كارتون تعتبر إحصائيات جيدة. ثم أقل شوية في هذه الفترة الثانية الاتحاد المونستيري سجل 11 نقطة في المقابل الزهرة سجلت 20 نقطة. كانينج محترم عموما في الفترة الأولى، لكن في الفترة الثانية في 7 دقائق الآن سجلت 17 نقطة الزهرة الرياضية. مازالت متوقفة الأمور شوية، تشنج شوية، احتجاجات من الأول من بنك الاتحاد والمسؤولية على تقرير التحكيم، الآن احتجاجات من الزهرة الرياضية على احتجاجات الاتحاد المونستيري وبعض الجماهير اللي موجودة. هذاك رينا المباراة مازالت متوقفة إلى حد الآن في أن بون ريتم هي المباراة. يمكن التوقيف هذا ما يساعدش في الفريقين الاثنين، يمكن حتى ما يساعدش الاتحاد المونستيري أكثر لأنه هو اللي قاعد يرجع. زالت المباراة متوقفة كما قلنا بعد احتجاجات من بنك المسير لأن احتجاجات من بنك الزهرة. تعود المباراة بامتلاك للزهرة الرياضية 37-35. كروس باس عباسي ينجح، كان متحرر وحده العباسي. مختار غيازي يحكي مع اصحابه يقول شكونوا مع العباسي، ياخذ مع أربعة الآن الزهرة 39-35. قاعد يجري مليح في هذه الفترة الثانية مميز فريق الزهرة يلعب سيرينيتي كبيرة. عمر عبيدة مكرم برمضان وساكورة مختار غيازة مقطوعة من دانتي جرين ثم تعود 31 مع مراد المبروك. دانتي جرين خطأ مشي بالكرة ضد دانتي جرين 39-35. كيكتين على نهاية شوط أول رينا فيه كل شيء، رينا فيه برشا باسكيت، رينا فيه برشا ثلاث نقاط، رينا فيه تنويع في اللعب، رينا فيه ملاعبية برزو ملاعبية أقل بروز، رينا فريق خذ نتيجة وفريق ما خذاش نتيجة، فريق ياخذ وفريق يرجع. لهنا اللي نحكي عليه المونك دو سيرينيتي اللي موجود في الزهرة ماهوش موجود في الاتحاد المونستيري. والتمريرة الأخيرة هذه اللي تقريبا البون توش تاع الزهرة الرياضية من مختار غيازة توري المستير ومونك دانسبيراسيون وموش صيران بالكدا. الزهرة الرياضية منذ أن دونتي جرين ومراد المبروك سجلوا وسدوا 5 تسديدات ثلاثية ولا صيران أكثر في قرارات له أكثر الزهرة. العراق جي مقطوعة من أحمد الضيف، يلعب احمد الضيف الفاست بريك ثم يمرر لدانتي جرين ثم الخطا على مختار غيازه اللي فايت دانتي جرين. واضح انه الفتره الاخيره فتره الزهره الرياضيه على مستوى الدفاعي وعلى مستوى الهجومي. احمد الضيف رانانغان في القروين يعني من نقاط قوه احمد الضيف لي ستوك والكونتر اتاك والاتحاد المونستيري ليماج بتاع البوزيسيون الاخرانيه ماهوش فيران برشا في الاتاك في لي سيستيم نتاعو يزابوتيس با معناه مش قاعد يمشي لي سيستيم نتاعو للاخر. وزاد هذا يرجع للوقفه الباهيه لملاعبيه الزهره ربيع. زاد الزهره الاتحاد المونستيري راهو بالنسبه لماجوك عنده 3 اخطاء، هذا خلى ماجوك يعني في خلى الاتحاد المونستيري في مشكل اولا. ثاني حاجة بالنسبة للزهراء الرياضية كما قلنا التغيير في أنواع الدفاع اللي قاعد يقوم فيه يعرف كيفاش قاعد يتصرف حاليا بانه اللاعبين الموجودين في اتحاد المونستيري ناس متصرف. ثم عوض
ريتو رضوان حاليا سجل في ثلاث نقاط. وقعت وقعت في الكابيتال فوت ماريتش رضوان سليمان سدد التسديده الاخيره. ماريتش عمل طلع على الكابيتال فوت. ماجوك ثلاثه اخطاء وهيثم سعاده والزارع ثلاثه اخطاء يعني تقريبا في نفس المركز في السنتر الكلاسيكي. لكن بالنسبه لجرير قام بالدور كما يلزم يقوم به مع في التعبيط الوسط ثبتوا في الدفاع المنطقه 2 3 جريل هو اللي شاد الوسط وقاعد يقلع. خطا ضد وائل عراقجي هذا اللي تحدثنا عليه عظيف قلنا السرعه بتاعه في تخريج الكره هو اللي مش يخلي بطء الاتحاد المنستير مش يقلقهم. 40 38 52 ثانيه تقريبا 3 امتلاكات في الشوط يمكن زوز للاتحاد المنستير وواحد لزهره لوجيك مو اذا فماش دي ستوب. لي ماتشاب في لي زان كونتران باستثناء لي ماتشاب مكرم مع المدافعين نتاعو فانه في لي ماتشاب جينيرالمون زهره قاعده تاخذ في الدوسيو على الاتحاد المنستيري في لي زان كونتران. 41 38 50 ثانيه عمر عبيده ثلاث نقاط للزهره. مباراه حلوه حتى سكورينغ عالي. نشوفوا توا ورجعوا دفاع محاصره فرديه ما عادش دفاع منطقه محاصره فرديه على 50 سكوند اللي مازالوا ولا رجعوا للمحاصره الفرديه. هذا التغيير اللي قلنا في الدفاع حاليا تاع الاتحاد تاع الزهراء الرياضيه في حين الاتحاد المنستير الدفاع اللي بدا به قاعد به محاصره فرديه على نصف الملعب. عراقجي عمر عبيده سدد بالثلاث نقاط المتابعه 14 ثانيه شديده الاتحاد المنستيري. عبيده امام مبروك حاول يمشي للتوغل يركب خطا للعباسي ركب خطا جانسيست يعني هو انه مش صار خطا ركب خطا لانه اللعبه بسكيت لعبه عمر عبيده كان حط الاكسبيرونس اللي عنده الكل باش مشى ركب الخطا للعباسي خطا موجود وعمر عبيده الخطا الثاني ويعرف انه عمر عبيده اذا الاتحاد المنستيري يحب يربح في مباراه اليوم فانه يجب يرجع للثوابت نتاعو خاصة في اللعب الداخلي وهذا يمر كيف كيف انه يضعف الراكيت تاع زهرة. وزهرة يقول لك اذا باش نربح اليوم يزني باش نعمل انكو في المسير لهنا يزني نربح الثنائيات نتاعي ونربح المسددين نتاعي يكونوا ناجعين من ثلاث نقاط وهذا اللي لقاه زهرة الى حد الان. احمد اللذيف 14 ثانية صافرة من ايمن شقرون خطا اللي فات الزهرة. 41 39 مشوقة من أجمل الأشواط اللي ريناها في صحيح. موسم السنة برشا باسكيت برشا تشويق برشا أعصاب فاينل الجيم وان بين الزهرة والاتحاد قصة السعي إلى بطولة تعود للزهرة أم لا بعد 22 سنة. الاتحاد المنستيري يرغب في أنه يلتحق بكوكبة الفرق اللي عملت تريبلي ثلاثة بطولات متتالية نعطيكم بعد إذا توقف اللعب برشا تفاصيل على مستوى البطولة والتتويجات. مكرم برمضان يسدد من ثلاثة نقاط وتنتهي الفترة الثانية وينتهي الشوط 42 للزهرة الرياضية 39 للاتحاد المنستيري. مش نحكي برشا ناخذ شوية نفس زهير ومن بعد نعاودوا نرجعوا للشوط الثاني من الجيم 1 بين الاتحاد والزهرة ما تبعدوش لبعيد.